معروفة، ومن ثم كانت عملية ديال إدراج ولا إدماج يعني مشاريع مدير داخل هذا المنتزه ديال الكيوسك الإدوار ديال هذا. اللي قال السيزي الدولية التجارية الصفقة 800 ألف صفقة فاشلة، على اعتبار أن المهمة داخل اللي كانت يعني مرتجعة يعني مرتقبة من هذه المرحلة القادمة ما كيتم التوفير ديالها. ثاني يعني حتى بالنسبة قبل هذه العملية ديال يعني الخروج إلى الملاعب الحيث اللي هو يعني المشرف الحالي على هذا اللي صارت عليه الصفقة يعني بدا كيتدبر بدا كيتشكى إلى غيره. مين بانوا الملاعب يعني باش نكونوا دابا باش نعطيو الامور يعني تكون صالح الامور اللي كاينه بدا كيتحرك على المساله ديال انه تعطى الاولويه في التدبير ديال هاد الملاعب يعني باش تساعدوا نوعا ما يعني تسهيل المداخل باش يمكن يغطي المصاريف اللي هو مطالب بها على الاقل لانه هو الان مطالب باش يوفر الخدمات اللي حنا قابلين منه في اطار التحملات وعاد بطبيعه الحال انه من حقه انه باش يوفر الارباح ديالو من خلال هاد الملاعب. اذا هاد العمليه حاليا بالنسبه لي هو فاشل. بالنسبه كذلك انا يعني هذه العمليه ديال التدبير ديال هاد يعني اطار هو التدبير ديال الملاعب يعني الاستدراج تدمج يعني التعديل ديال التحول الدولي ويدخلوا حتى هما في هذه المرافق اللي كاينه. كيبقى انه مساله اللي جات التوصيل ديال لجنه المرافق هي مبدئيا صحيحه كاين كذلك تفتح عمليه للعموم ولكن كيفاش دمج بين اذا مثلا يعني يكونوا جوج متدخلين يعني متدخل الاول يعني المهم يطرح يعني المستقبل ولا المصير ديال المنتزه بصفه عامه يطرح هذا في اشكال كبير يعني واش يعني هذه العمليه ديال ان تفتحات الملاعب فقط بجوج شنو غيكون المصير كذلك ديال الفضاء كامل يعني المهم كل شيء لانه هو حقيقه كينتظر ولكن كيتوقع بانه غيكون عنده تجربه عام ان عندي يعني غيكون عنده في مدخول حنا في الضاد سؤالين. القضيه ديال المقاربه اللي قال سي زيتوني ما كانتش بالعكس عندنا حنا قبل هذه العمليه ديال التصور المشروع راه كان لقاء مع الجمعيات كامله الاحياء والجمعيات الرياضيه والدليل على ذلك انهم اللي اقترحوا هذيك اللعاب ديال جون باص اللي تما راه ما كانش في البدايه هما اللي اقترحوا. المساله ديال المجانيه كما جات عاوتاني عند مع الوزير انا بصراحه هذا الموقف ديال وزير الشباب والرياضه كنصنفوا في اطار يعني السياسه الشعبويه ولكن واقعي انا مع هذا السيد بعمل الجديد انا معاه ولكن عطيني على الاقل واحد بيجيت فونكسيون مؤمنين حطوا لهاد المنشاه نعطيكم نموذج ديال السوسيو المركب السوسيو ديال المغرب الجديد كان عاملين كان عاملين تمرة وزيد العائلات ب 20 درهم هاد الامور يعني على الاقل كيوفروا هذاك الشيء في حدود الدنيا الان نوقفوها سيروا الان شوفوا هذه المؤسسه اولا وجروها العائله ثانيا انا تلاقيت مع المدير ديالها ما عندوش باش يشري حتى الكره كواري اللي مشاو مشاو كواري الباسكت اللي الشباكي مشاو كلشي مشى عند المسائل بزيط على مستوى العلم راه تما ما بقاش باش يصلحها هذه كان انا اتعامل مع تعامل مجاني انا معاك ولكن نعطي المنشات باش تحافظ حاليا مثلا المنشات اللي كنتكلموا عليهم كاملين مثلا حتى ملاعب القرب ملاعب القرب هذه مساله ديال التسليم ديالهم الجماعه مساله مصداريه يعني ماشي شي حاجه ولكن الجماعه ديال خصها تفكر ما نعرف واش الجمعيات مثلا اللي ممكن تدبر هذه الملاعب واش ممكن الامكانيه ديال الجماعه واش الميزانيه ديالها كتسمح لها تعطي دعم مباشر للجمعيات وتفرض عليها تعمل مجاني كاينه ممكنه مساله انا جمعيه اللي تجي تدبر حنا هذا المشروع الجمعيه كما هو هذا الشيء ديال المنح ديال الجماعه تخصصها حتى هي الميزانيه وتعمل معها بطاقه تحمل ولكن